لكم معانا في حلقه جديده من برنامج حلو حادق، معاكم سالي فؤاد. احنا ان شاء الله على الهوا، وابتدينا دلوقتي نص ساعه بدري. ان شاء الله ده هيبقى كده يوميا. كل سنه وكل ام طيبه يا رب في كل العالم، مش بس في مصر، في كل انحاء العالم يا رب كل ام طيبه. بخصوص عيد الام، هيبقى فيه ان شاء الله في هاشتاج هينزل، هديتك لماما وصفتك. فأي حد يحب يشارك بوصفة، سواء وصفة كتابية أو وصفة تكون صورة، ينزلها على بيج القناة بالهاشتاج ده عشان مامته. بس دي حملة حلوة نعملها مع بعض كده علشان نشجع بعض على ان احنا نعمل وصفات حلوة. هنعمل النهاردة وصفتين ان شاء الله. أول وصفة هيبقى مناقيش، مناقيش هنقدمها بالجبنة وبالزعتر الاتنين. تاني وصفه هيبقى تارت بسكوت الشوكولاته اللي طلب مني، كان طلب مني من اسبوعين تقريبا، هنعمله النهارده على شكل قلب علشان عيد الام ان شاء الله. الوصفتين النهارده سهلين جدا، اي حد من الـ يعني الاطفال بقى او البناتيت صغيره تقدر تعملها لمامتها وتبقى سهله ان شاء الله. طيب اقول لكم بقى على مقادير عجينه المناقيش، بس المره دي انا مش هبتدي بالعجينه، انا هقول مقادير، هبتدي على طول بالعجينه اللي خمرانه معايا اهي، وبعدين يعني احنا بس هنغير الترتيب. انا هبتدي اشكل على طول عشان ندخل الفرن عشان نلحق نطلعه، وبعدين هنتكلم عن العجينه بتتعمل ازاي. خلاص بس هقول لكم المقادير دلوقتي. احنا معانا المناقيش 5 كوبايات دقيق، كوبايتين ميه دافيه، 1/3 كوبايه زيت زيتون، 3 معالق كبار لبن بودرة، معلقة كبيرة خميرة، معلقة كبيرة سكر، رشة ملح، ومعانا للوجهة بقى جبنة موتزاريلا، ده للجزء بتاع المناقيش اللي بالجبنة. وفي عندنا بقى الجزء المناقيش اللي هي بالزعتر، هيبقى 1/2 كوباية زيت زيتون، 1/2 كوباية زعتر ناشف، ملح، معلقة كبيرة سماء، و3 معالق كبار سمسم. خلاص نبتدي بقى. انا عايزه اعمل شكلين مدورين كبار شويه، شفت في مطعم روحته مقدمينه بشكل لذيذ جدا، فقلت اشارك الشكل ده معاكم. طبعا دي العجينه بعد ما هتخمر، واحنا زي ما قلت هنتكلم عن الطريقه كمان شويه. احسن حاجه دايما الواحد يحط شويه زيت في ايديه علشان ايه ما تلزقش العجينه قوي. عايزه بقى اخد تقريبا كورتين قد بعض عشان يبقى منقوشتين قد بعض، واحده كده مثلا. انتوا طبعا تقدروا تعملوا النص، يعني هشوف كده نعملها مقاس ايه ولا اعملها النص، نشوف كده. انا شايفه الحجمين دول كفايه. في شكل تاني، جزء تالت تقدروا بقى تعملوا ايه الشكل اللي انتوا عايزينه منه شكل تاني. معانا تليفون، معانا احلام. الو، اهلا. أيوة وسهلا مدام احلام. ايوه حبيبتي. يا حبيبتي كل سنه وانت طيبه. كل سنه وانت طيبه، اجمل ام وارق ام. وكل يا رب الله يخليك. حضرتك عندك ولاد؟ طيبة حبيبتي وبخير. الله يخليك يا رب. الله يخليك يا حبيبتي. هعمل لها مفاجأة آخر الحلقة، محدش يقول لها. الحاجات اللي انت بتعمل لنا الحلوة دي. الله يخليك يا رب، الله يخليكي والله، بتنوري لي الحلقة دايما. الله يخليكي. سالي ممكن أعمل تهنئة حبيبتي؟ طبعا. الله يخليكي يا حبيبتي. تهنئتي طبعا لأسرة البرنامج عندك كل أمهاتهم، وتهنئتي لبنتي وحبيبتي شيرين وأختي الكبيرة إقبال، وتهنئتي لمراتات ولادي هبة وهنار ونرمين، واقول لهم كلهم ربنا يخليكوا ليا يا حبايبي يا رب كده. يا رب يخليكي برضو ليهم يا رب، يخليهم ليكي وليهم وكل يعني تخليكوا لبعض يا رب. يعني حضرتك ام جميله قوي قوي، و فعلا والله بتنوري لي الحلقه، بشكرك قوي على المكالمات الحلوه دي بجد. يعني انا مثلا استنيتك امبارح وما لقيتش المكالمه، وافتكرتك بعدها وقلت مدام احلام ما كلمتنيش النهارده، بجد بتنوري لي الحلقه، ميرسي جدا. انا هبتدي بس افرد بقى كده. نحاول نجيبهم دوائر قد بعض.
نسيت اسال حضرتك لو كنت جربتي البريوش اللي احنا قدمناه. المكالمه الجايه بقى ان شاء الله نحاول على قد ما نقدر نعملها زي ما بقول دايره. خلاص دي كده واحده، نعمل بقى الثانيه. معانا ولاء. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحتي انا عايزه اعرف الجاتو اللي هو بالكراميل، انت قلتي الوصفه وقلتي ممكن نشيل كوبايه، يعني ده ايه؟ نشيل كوبايه منها، ده تقصدي ده معناه ايه؟ والكراميل اللي هو الصوص الكراميل ده، يعني انا عايزه اعرف انت عملتيها ازاي يعني. حاضر هشرح لك الوصفه تاني، شكرا على المكالمه. دلوقتي احنا للجاتو شاتو الكريم كراميل اللي احنا قدمناه من يومين، دي وصفه مختلفه عن اللي قدمتها قبل كده، انا ظبطت فيها شويه حاجات، هشرح تاني اتعملت ازاي. يا ريت يا ولاء لو ننزل بس الوصفه برضو على الشاشه علشان ايه يبقى الوصفه واضحه والهاشتاج قدامكم للي يحب يشارك لمامته بهدية. دلوقتي مبدئيا احنا بناخد بنحط 3 ارباع كوباية، هي 3 ارباع كوباية زيت، عليهم كوباية سكر، عليهم انا هقول المقادير وبعدين هقول الطريقة، عليهم كوباية سكر، عليهم علبتين اللي هو علبتين الايه البودرة الكريم كراميل، عليهم 3 بيضات، عليهم كوبايه ونص دقيق، عليهم معلقتين بيكنج باودر، وعليهم معلقه واحده صغيره بيكنج صودا ورشه ملح وفانيليا. بنحط الاول وفي كوبايه لبن، بنحط الاول كوبايه اللبن في الخلاط، معاهم كوبايه السكر، ومعاهم بودرة الكريم كراميل بتاعت العلبتين، رشة الملح والفانيليا، ونضربهم كويس جدا لغاية ما التخريزة تروح خالص. خلاص بعد كده بروح حاطة الزيت وضرباه، هنلاقي قوام تقل شوية، بروح معايرة منه، شايلة منه مش كوباية زي ما حضرتك بتقولي، لا دي مقاديرها مختلفة، بشيل منه 3 ارباع كوباية، 3 ارباع كوباية، وده اتغير على الموقع النهاردة. بعد كده بحط البيض بضربه كويس جدا، وبحط الايه بعد كده الدقيق، عليه البيكنج صودا والبيكنج باودر، وما بضربوش بقى كتير، يا دوبك يتخلط مع بعض. وبعد كده بصبه في الايه القالب اللي هدخله الفرن. مهم بقى جدا لما بيخرج نتاكد بس بخلة سنان على 180 درجه، لما يخرج نتاكد بخلة سنان ان هو استوى كويس. وبعد كده بنعمل ايه، بنحط بقى الصوص اللي احنا شلناه على جنب التلات ارباع كوبايه، ببتدي بقى ايه اروح منزلاه على الوش. والكراميل بقى اللي بتساليني عليه ده عباره عن ايه، ده البكوات اللي موجوده الجاهزه اللي مع بودرة كريم كراميل، في كراميل جاهز هو ده بس كده، ده بتحطيه زينة على الوش. اتمنى كده الوصفة تكون وضحت لك. طيب زي ما انتم شايفين اهو انا عملت الشكل، هوريكم بسرعة تاني بنعمله ازاي علشان يبقى واضح لكم، لان انا كنت بجاوب فما عرفتش اشرح كويس. انا دي هدخلها على 200 عشان نسرع، هي ممكن 190 200. نحط اللي بعدها بقى، هنعمل ايه دلوقتي هوريكم تاني دلوقتي، معلش لازم ادخل دي قبل ما نروح الفاصل. بصوا بقى احنا من بصباع واحد بكون ايه هو اللي ببقى شايله جزء كده من العجينه لورا، وبالتاني بروح ايه مطبقه لجوه. شايفين ازاي؟ سن تاني اهو، يا رب يكون واضح لكم. بصباع واحد بكون ايه مرجع جزء لورا وجزء بروح مطبقاه على جوه بالشكل ده. الموضوع مش صعب خالص اهو،
بخلط بعد كده مفيش المكونات اللي هي الزعتر وزيت الزيتون والسماق ورشه الملح مع بعض بس، وبحطهم هنا في النص بس. ده اللي هيحصل دلوقتي علشان لازم ادخله الفرن، لان زي ما اتفقنا احنا هنعمل الوصفه دي وهطلعها قدامكم، فانا مش مجهزه اي حاجه فلازم نطلعها سوا. بحط الحاجات دي اهو على بعض، وزيت الزيتون ورشه الملح ما ننسهاش. نخلط كله مع بعض ونظبط بزيت الزيتون ونحطه هنا. دي خلطه الزعتر اللي احنا بنشوفها دايما بتتباع على المنقوشه بس، وده هيخش زي اختها، هيخش الفرن على 190-200 بس كده. هفردها، كمل فردها دلوقتي وادخلها الفرن، ونروح احنا لفاصل واشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. نصيحتي ليكم النهارده عن افضل سناك للطاقه، وهو الموز. الموز بيمد الجسم بالسكريات السريعه اللي بتساعد على النشاط والمعادن في نفس الوقت المهمه جدا للعضلات والنشاط. فموزه تعتبر احسن سناك خصوصا للرياضيين او للي بيذاكروا او للي داخلين امتحان او محتاجين اي طاقه سريعه تمدهم وتديهم القدره على التركيز والنشاط، لان فيها السكريات اللازمه اللي بتروح للمخ على طول والمعادن الكويسه جدا اللي بتساعد على النشاط. هي دي كانت نصيحتي ليكم النهارده. قبل ما ابتدي انا عايزه اشكر سيف ابني جدا، سيف الدين ابني. وانا في الفصل دلوقتي ببص في الموبايل لقيته بعت لي اعظم ام امي. بشكرك جدا يا سيف بجد، يعني مش عارفه اقول ليك حضن كبير جدا لما ارجع البيت. يا رب كل سنه وكل ام طيبه يا رب. بجد احساس حلو قوي لما الولاد يبعتوا لامهم، بجد مفيش احلى من كده حقيقي، يعني احساس لسه حاسه دلوقتي. طيب هقول لكم بسرعه على العجينه بقى اللي احنا عملناها. المناقيش دخلناها الفرن طبعا مع السرعه، نفشت والاطراف بقت مش منقوشه خالص، تحولت الى حاجه تانية الحقيقه. نشوفها بعدين، بقت حاجه غريبه، نشوفها بعدين بقى. معلش دايما الهواء كده بيبقى سريع شويه. طيب العجينه بقى عشان سريعا ما قلتهاش في الاول، العجينه احنا هنعملها ازاي او عملناها ازاي. احنا طبعا بنحط الميه، كوبايتين الميه الدافيين بحطهم، مهم تكون دافيه ما تكونش لا ساقعه ولا سخنه. ساقع هيطول معانا قوي لغايه ما يبتدي يخمر، وسخن هيقتل البكتيريا بتاعه الخميره. بحط الخميره، بحط السكر، وبحط شوية من الدقيق وبسيبها. دي كده انا بعمل اللي هي العجينة اللي هي الاولانية اللي بتدي فرصة ان العجين يخمر بسرعة، وبتأكد من ان الخميرة شغالة. خلاص انا بعمل ده في كل العجاين اللي بشتغل بيها. بعد كده بستنى عليها بقى مفيش ربع ساعة وبيبتدي يبان الخميرة بتبتدي تشتغل. كده اطمنت ان الخميرة اشتغلت، ابتدي بقى اكمل بحط بقيه المكونات. لبن البودره، زيت الزيتون، الملح، الدقيق، وبعجن كويس جدا. بنعجن نعجن 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 كتير قوي 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 لغايه ما تتكون معانا عجينه ملساء زي اللي احنا شفناها. نخلط كله ونعجن بايدينا لغايه ما تتكون عجينه ملساء زي اللي شفناها. نشكلها ونستنى بعد تشكيلها شوية، او لو عايزين تسيبوها تخمر شوية تاني قبل ما تشكلوها ده ينفع زي اللي احنا عملناه دلوقتي. طبعا مش هكمل بقى عشان ما نضيعش الوقت. يا اما بتشكلوا تستنوا عليها تخمر، يا اما بتستنوا تخمر قبلها وبعدين تعملوا. بصوا برضو ايه، احنا انا ما استنيتش بعد ما تشكلت، دخلتها على طول بس نفشت اهو. بصوا ما بقتش شكلها منقوشه، بقت حاجه تانية.
نوري هنا. طيب دي شكلها منقوش اكتر شويه. طيب معانا نوره بس شويه. الو يا نوره، ازيك؟ ازيك يا شيف، عامله ايه؟ انتي عامله ايه؟ كويسه؟ ربنا يخليكي حبيبتي. الله يخليك يا رب، وانتي طيبه يا رب. انا بشكرك على كل حاجه حلوه بتعمليها. الله يخليك يا رب. انا حابه ابعت اهداء لحماتي وماما بتاعت عيد الام، واقول لهم كل سنه وهم طيبين وربنا يخليهم لي يا رب. يا رب امين. ويخليكي يا مير، ربنا يخليهم لك يا رب. ويخليكي يا حبيبه قلبي. انا بس كنت عايزه اخد رايك في جهاز التفتت دهون. ايه يعني؟ حاضر. في ناس كتير بتقولي بترجع تاني، وناس بتقولي لا جميل. انا عندي دهون جامده قوي والهنش. اوكي طيب حاضر. مرسي جدا على المكالمة. مبدئيا بخصوص الأجهزة بتاعة تفتيت الدهون، في منها أنواع كتيرة جدا، في منها طبعا أنواع يعني كذا اتجاه فيها. يعني بتفتت، هي بتفتت، بيرجع، بيرجع الدهون بترجع تاني. فبترجع تاني ليه؟ لأن احنا ما شلناش الخلايا، الخلايا موجودة، الخلايا الدهنية دي هي العامل اللي بيسحب الدهون. انت فضيتي سيحتي الدهون وخرجت، بس الخلايا ما زالت موجوده. الخلايا دي ما بتروحش غير بعمليات شفط الدهون، فبالتالي الخلايا بتتشفط كلها، مش كلها طبعا، ومع ذلك برضو الواحد بيرجع تاني يتخن فيها في الاماكن دي، لان الخلايا عندها قدره تتفاقم. يعني بمعنى ايه؟ جناب مثلا، عملتي شفط دهون في الجناب، اللي احنا روحنا دلوقتي الاصعب اللي هو اصعب حاجه، شفط الدهون، عمليه جراحيه، خلاص شفطتي، بيتبقى برضو مازال خلايا، مش كل الخلايا بتتشفط. فاللي بيحصل ايه؟ الخلايا الحبة الصغيرين الباقيين دول عندهم القدرة برضو ان هما بدل ما يتنفخوا كده يتنفخوا كده. ف للأسف. طيب احنا معانا تليفون، بس انا ثواني بس اشرح. انا حطيت نص كيلو من البسكوت، انا اتسألت على التارت ده اللي بالبسكوت اللي هو بالشوكولاتة، نص كيلو عليهم 100 جرام من الزبدة. انا عادة بحط مية سخنة، لكن انا في الوصفة دي انا جربت الاتنين، لقيت ان اللي بالزبدة بتمسك معايا احسن. اللي يحب يعملها بالمية السخنة نصيحة، ده اللي انا عملته عشان اعرف افكه من القالب. يعني دي واحدة بمية سخنة وواحدة بالزبدة، علشان اعرف افكه من القالب دخلته الفريزر وبعدين عملته بالبشبوري من اطرافه عشان اعرف افكه. اللي بالزبدة فكت معايا على طول، فهي الفرق عشان الميه بتخلي الحاجه قوامها مختلف شويه. ففي الوصفه دي نصيحه، لا اعملوها بالزبده مش بالميه السخنه. خلاص معانا تليفون. انا مش سامعة حاجه. لا الصوت واطي جدا. يا روان. الو، ايوه مع حضرتك. ازيك يا روان، اخبارك ايه؟ الحمد لله كويسه. بحب حضرتك جدا وبعمل وصفات حضرتك على طول انا وماما. الله يخليك يا حبيبتي، شكرا. وكنت بس عايزه ابعت اهداء لماما، انا واخواتي منى وجنى عقلة. طبعا 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 يا ماما، وربنا يخليكي لينا، وبجد انت تعبتي معانا كتير، وربنا يخليكي لينا وقبل مليون سنه. وبقول لحضرتك كل سنه وانت طيبه، وببعت برضو اهداء لبابا، وبقول له كل سنه وانت طيب. كل سنه هم طيبين يا رب، وربنا يخليهم لك يا رب. مرسي قوي على المكالمه. بصوا، على ما الزبده تسيح انا عايزه اعمل الحشوه. الحشوه سهله جدا، معايا كريمه الدهن، بس بدل ما احط كريمه الدهن اللي هي الشوكولاته، كريمه الدهن الشوكولاته اللي احنا بنحبها دي، هنحطها. انا بحس ان انا يعني ما بعملش تقريبا وصفات بكريمه الدهن من كتر ما بحبها. اللي جرب البيتي بقى يحبها جدا، اللي جربها بالمظبوط وبالبندق اللي بقول عليه المظبوط هيحبها اكتر من دي، من الجاهزه، خصوصا الجاهزه غليت قوي. نحط بقى كريمه، كريمه يا دوبك كريمه، هي مش مخفوقه. ممكن نحط المخفوقه، يعني ممكن نحط الاثنين، يا مخفوقه يا مش مخفوقه، الاثنين على حسب انتوا عايزينها بهوا ولا لا. ام ابراهيم. الو، ازيك؟ ازيك شفتالي، عامله ايه؟ الحمد لله. الحمد حضرتك لله. عامله ايه؟ كويس الحمد لله. كل سنه وحضرتك طيبه. وانت طيبه. ممكن ابعت اهداء لحماتي؟ طبعا طبعا. اقول لها مامتي هي ام سيد، اقول لها كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي، ما يحرمنيش منك ابدا.
يا رب. امين يا رب. شكرا على المكالمه. طيب انا يدوبك اهو بخلط الحشوه. انا برضو بقول كل سنه وانت طيبه يا ماما، وبقول كل سنه وانت طيبه يا حماتي، وبحبكم جدا، ربنا يخليكم ليا. كل واحده فيكم ليها دور كبير في حياتي، في تعليم، سواء تعليم بقى اساس تعليم في البني ادم كده، وحماتي ليها دور كبير قوي في محبتي للمطبخ بصراحه، لان هي طباخه ماهره ماهره، وبتقوم بعزايم ربنا يديها الصحه يا رب، عزايم يعني اعداد ناس مهوله ما شاء الله يعني، فربنا يخليها لي يا رب. هي وماما، ماما برضو بتحب المطبخ، لكن انا ابتديت فعلا اخش المطبخ اكتر لما اتجوزت، علشان الواحد لما بيتجوز بيلاقي نفسه لازم يعمل عزايم، لازم يطبخ، اتحط بقى في الموقف، مفيش اي وسيلة هروب فالواحد بيلاقي نفسه اتحط في الموقف، يا حبه بقى يا ما حبهوش. انا الحمد لله حبيته جدا بسبب حماتي، يعني حقيقي هي ليها تأثير جامد قوي عليا في المطبخ، وكل حاجة كانت تطبخها صحية، كل حاجة صحية ودسمها قليل، ويعني ومع ذلك نفسها ملوش حل يعني. اهو كده انا بقى هعمل ايه؟ طبعا احنا الموضوع سهل قوي، احنا بنحط الزبدة بس بننزلها على البسكوت وهو بيتضرب، ده هعمله في الاخر. معلش انا الخطوات النهاردة بغيرها علشان نلحق بس ان احنا نوري الحاجات المهمة. وهحط هنا في دي الحشوة دي، وهحط في التانية هحط فيها، معلش كنت قلبتها كويس، هحط في التانية الكريمة، كريمة مخفوقة عادية خالص، فانتوا على حسب ما تحبوا، هيبقى سهل قوي انكم تحطوا الحشوات اللي تحبوها. انا بس بوريكم السهل قوي عشان ما يبقاش في اي تعب عليكم، ودي وصفه سهله جدا وطعمها حلو قوي قوي قوي، وتعجب كل الامهات خصوصا انها شوكولاته. انتوا عارفين بقى تاثير الشوكولاته على الستات عامل ازاي، كل ستات العالم عايزين تكسبوا قلبهم شوكولاته على طول، كل الرجاله اللي عايزه تكسب قلب مراتاتها، بصوا ورد شوكولاته وايه كمان كلام حلو بجد، بتفرق كتير جدا جدا. نشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا بيكم معايا من الفاصل، وانا هفكركم عملنا ايه. عملنا المناقيش وانا خرجتها خلاص من الفرن، وزي ما انتم شايفين انا قسمتها على 8 اهو. ليه بقى؟ هقول لكم ليه دلوقتي، علشان انا عايزه لما اجي اقدمها واحده كده وواحده كده جنب بعض، هقعد ارص واحده كده وواحده كده بس. الو، ايوه يا ماما كل سنه وانتي طيبه يا حبيبتي. وانتي طيبه يا حبيبه قلبي، ميرسي قوي على المكالمه الحلوه دي يا سالي. ايه يا حبيبتي، كل سنه وكل ام طيبه يا رب، وامنا الكبيره مصر بخير وبسلام، كل سنه وكلكم طيبين يا رب. وانتي طيبه يا حبيبتي، ويعني صوتك بجد بينور قلبي يعني بجد حقيقي والله. الله يخليك يا حبيبتي، عشان انتي كلك خير وبتحبي الخير للناس وخدومه وبتخدمي بقلبك. انا بحب فيكي قوي الاخلاص في العمل، انك انت ما شاء الله عليكي بتقولي من كل حاجه بضمير كده وبقلب صافي، عايزه الناس كلها تتعلم كل حاجه صح وتعمل كل حاجه صح. جميله انت يا سالي قوي يعني، ربنا يحميك يا حبيبتي. واتعلمت ده من مين؟ انا اتعلمته من الصغير والكبير اللهم امين يا رب. انا اتعلمت ده منك يا ماما بجد. الله يخليك يا حبيبة قلبي، والله ربنا يكرمك إن شاء الله بإذن الله. مع إن أنت يا سالي معرفش ليه كنت خجولة جدا زمان، دي صفة كانت فيكي يعني ما شاء الله عليكي، دلوقتي بقيتي
يعني الكاميرا علمتك حاجات كتير قوي يعني، سبحان الله. مصدقه نفسي. وعين عارفه لغايه دلوقتي في المدرسه مثلا يقولوا لي طب اقفي ترجمي للمدرسين المصريين معانا في المدرسه، ترجمي لهم ساعدينا في الترجمه. اتكسف جدا اقف، لا يمكن لغايه دلوقتي. يقولوا لي طب انت بتقفي قدام الكاميرا، نجيب لك كاميرا قدامك عشان تعرفي تتكلمي. اقول لهم ما انا بستغرب، انت كنت خجوله جدا في كل حاجه حتى في تعاملاتك. يعني انا افتكر زمان يعني لما كنت طالبه في المدرسه في ثانوي، وكان يعني حتى بتخجلي من بابا الله يرحمه، انك تقولي له عايزه حاجه يا بابا. انا فاكره القصه يعني مش هقدر انساها ابدا، لما كنت محتاجه درس رياضه وقلت عايزه بس حصتين اتنين بس، وانا واتفقتي رحتي اتفقتي انت مع المدرس وقلت له ان انا هاخد منك حصه وارسم لك لوحه، لانك انت كنت فنانه كبيره قوي في رسم الشخصيات. فالراجل وشايلها لغايه دلوقتي وشافني معاها على انه فعلا يعني تعملي له اللوحه وهو يديك الدرس. فانت خدتي الحصتين عملتي له هو لوحه وخلاكي عملتي لابنه لوحه. فيعني بصي من كتر خجلك انك انت مش عايزه تحملي بابا مسؤوليه اكتر من انه يعني كفايه المدرسه الالماني وكفايه انها كانت غاليه في الوقت دوت ومش عارفه ايه. بشوفي يعني خجلك، يعني كنا احنا كمان يعني مبسوطين من انك انت دايما بتعتمدي على نفسك وتحبي انك انت تشيلي نفسك وما تخليش حد يتحملك. الحمد لله. دي صفه جميله فيكي. يا رب كل الاولاد والابناء يعني يتعلموا فعلا ان هم يعملوا حاجه لنفسهم. يا رب امين يا رب. بشكرك قوي يا ماما ومبسوطه اني سمعت صوتك قوي، ربنا يخليك لينا يا رب، وحماتي ربنا يخليها لي يا رب. بصوا انا هكمل بقى كده. معانا تليفون نبيله. ايوه اهلا وسهلا. اهلا بيكي يا مدام سالي. اهلا بحضرتك. كل سنه وانت طيبه. وحضرتك طيبه يا رب. ابو بالفرصه دي انا بعيد على ماما المصريه برضو، وعيد على بنتي نرمين في امريكا. ايوه بقول لها كل سنه وانت طيبه. كل سنه وهي طيبه. وهي معاها ثلاث ولاد، كيفن وراين وميجن، ربنا يخليهم لها يا رب. ربنا يخليهم لها. وعندي ابن ريمون معاه ناتالي، اقول له برضه كل سنه وانت طيب لانها عيد اسره اكتر من عيد ام. ما شاء الله. ومعايا نيفين، ربنا يخليهم جينيفر. ما شاء الله. وبقول لها برضه كل سنه وانت طيبه يا نيفين، وعقبال ما اشوف بنتك دكتوره وبنت ريمون واولاد نرمين. وانا مبسوطه قوي ان انا بكلمك يا سالي، صدقيني الله يخليك يا رب. لان فيكي شبه كتير من نيفين بنتي بدمها الخفيف ده هو، وهي في شبرا وحاجاتك كلها جميله صدقيني. الله يخليك يا رب، وربنا يخليهم لك يا رب امين. مكالماتكم جميلة يا رب، وربنا يسعدكم جميعا وتنبسطوا يا رب. طيب أنا بس بكمل، أنا بوريكم أنا عملت إيه. طبعا أنا سريعا بس لازم أشرح هنا بسرعة ولا أكمل دي زينها، بس عشان نبقى خلصنا واحدة لمامتي وواحدة لحماتي بالشكل ده زي ما احنا شايفين أهو. عايزين تقدموا واحدة بالفاكهة، واحدة بال بسكوت، يعني دي على حسب الرغبة. شكل اللي انتوا هتعملوه هيبقى جميل، كل واحد وله ذوق وشكل، فما تقيدوش نفسكم. انتوا بتقدموا حاجات احلى من اللي انا بعملها بجد، انتوا بتطلعوا المواهب اللي جواكم. فعايزاكم بقى تبدعوا النهاردة لأمهاتكم، تعملوا لهم حاجات جميلة وتسعدوهم. فرصة جميلة قوي قوي، ربنا يخليك لي يا ماما بجد، والله صوتك بيأثر فيا جدا. طب بسرعة حط ده بس كمان. وشرح بسيط، خلاص حطينا الزبدة على البسكوت، بيبقى سهل جدا ان احنا خلاص نفرده في القالب الشكل اللي احنا عايزينه. عايزينه نبططه، عايزينه بجناب يعني مرفوعة، دي على حسب اللي انتوا عايزينه. هحط ده بس قدام كده اهو، دي واحده ودي الثانيه. وسريعه عندي مش عارف اوصل لها، طب نحول ده هناك كده
ونحط دول عشان احنا عملنا اتنين، يبقى كده بالشكل ده. اهو موضوع سهل ومش صعب خالص، واي حد باذن الله يعرف يعمله. بتمنى يا رب اكون مسهله عليكم الحاجه، ما تكونش صعبه عليكم خالص. عملنا ايه النهارده؟ عملنا المناقيش اللي بالجبنه والزعتر، والتارت اللي سريعا برضو اهو ببتدي خلاص. بعد ما ضربت البسكوت بروح حط عليه الزبده اهو، ده مش هيخش الفرن خلاص، هو كله مستوي. ضربة واحدة بروح منزلاه في قالب الكيك اللي معانا او التارت، قالب الكيك او التارت راح فين. طيب هستخدم ده دلوقتي ونحطه هنا، مش لاقيه دلوقتي، سواء اللي زي القلب اللي انا عملته او اللي هو ده. خلاص بنحط فيه وبنبتدي بس نفرده، بس كده بنفرده، احسن حاجه بالايد بصراحه. بنفرد كله كده ويخش الثلاجه، بس اهم حاجه فعلا تضغطوا عليه كويس عشان يمسك، يخش الثلاجه يمسك خلاص هتعرفوا ايه تخرجوه زي ما انا مخرجاه كده. حسيتوا باي صعوبه في اي حاجه في حياتكم تطلع من قالب، دخلوه الفريزر يمسك معاكوا كويس، وبعدين بالبشبوري او على النار فككوا الاطراف، بس كده خلاص. لازم اجمد من اللي انا عاملاه ده، بس عشان مش هنلحق. بتمنى يا رب الحلقه تكون عجبتكم، وكل سنه وانتم طيبين يا رب جميعا، واشوفكم على خير ان شاء الله. حلقه بكره اوعوا تفوتوها، هتعجبكم جدا، خصوصا للي عايزين معلومات عن اكل المدارس وتغذيه المدارس، ياخدوا ايه معاهم، حاجات حلوه جدا هتعجبكم ان شاء الله. اشوفكم على خير يا رب، باي باي.